بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس بلال، واليوم إن شاء الله راح نكمل المحاضرة رقم 9 أو 10 من محاضرات تريمبل كونكت. أول شيء نشكركم مهندس عمر زي كل مرة، يعني تعطينا الفرصة إنه نقدم بعض التريكس والتيبس عن هذا الباورفول بلاتفورم. اليوم ان شاء الله راح نشوف كذا شغله، راح نكمل على وش شفنا سابقا. راح نشوف كذا شغله اللي هي البوينت كلاود، راح نشوف الانتجريشن، راح نشوف بعض التيبس الخاصه بسكتش اب، راح نشوف الكلاسيفيكيشن، وراح نشوف الريفيت اكستنشن. بس اكد لي مهندس عمر، هل الصوت واضح مش زي اخر مره؟ صح، واضح مهندس، واضح تمام. تمام، ممتاز جدا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، احنا عارفين انه في شيء ما يسمى ب في البيم ان جنرال، شيء ما يسمى بالاتش بيم او الهيريتاج بيلدينج انفورميشن موديلينج. هذا عنده موضوع خاص به، بس غالبا احنا نستعمل ديفايسز اللي هي ال 3 دي ليزر سكانينج ماشينز اور ديفايسز. هذه الديفايسز او 3 دي ليزر سكانينج ماشين تمشي بمبدأ البوينت كلاود زي ما شايفين. عندنا لايكا، عندنا فارو، وعندنا من بين الماشينز اللي هي فيري باورفل ماشينز، وانا حاليا شغال بهذه اللي هي تريبل اكس 7 سكانينج سيستم. اذا كان عندنا على سبيل المثال شيء عنده علاقه بالكواليتي كنترول، او عنده علاقه بال خلينا نقول ديجيتال ترانسفورميشن او ديجيتال دوكيومنتيشن، يمكن لنا نستعمل 3 دي ليزر سكانينج ماشينز. 3 دي ليزر سكانينج ماشينز تشتغل عفوا بمبدا زي ما حكيت لكم البوينت كلاود، نستعملها في الاسبيلت دروينج، نستعملها حتى في الهيريتاج بيلدينج كونسرفيشن، نستعملها حتى في عن طريق المسح الحراري، او بعد ما تبرمجها وتحط لها التوليرنس انك تشوف حتى الكواليتي بتاع على سبيل المثال التايل او البلاستر او السيراميك، تشوف باي ديفرنت ليفلز. راح نشير معكم دوكيومنتس، اتس فيري امبورتنت دوكيومنتس. وين عملنا تيست على مكان سوينا فيه السيراميك، وراح تشوف كيف يعطيك، يقول لك بالكالر كود وين خلينا نقول العماله قدرت توفي الليفل صح، وين صار عندها يعني mistakes during the tile fixing، وين حيكون عندك بعد more control على الشغل سواء في السايت او نعم سواء في السايت during the construction او بعد نهاية العمل، او حتى في المباني الأثرية. زي ما شايفين ال Trimble Connect X7 device راح يكون معاه زي ما اقول small tablet، وين زي ما شايفين راح تاخذ باي بوينتس، راح يتم الرفع او المسح بالليزر، اتس 360 ليزر. راح نعمل ان شاء الله مستقبلا لايف ديمو، راح نجيب لكم المشين ان شاء الله ونصور لكم لايف وتشوفوا كيف تشتغل وكيف نركب النقاط مع بعض. يطلع لنا اللي هو البوينت كلاود موديل بالاكستنشن E57 اللي هو تول بي ديكودد خلينا نقول باي تريمبل كونكت بلاتفورم. وحضرت لكم بعد 3 دي بوينت كلاود موديل من مكتبنا، عملنا مسح اخر مره، صح؟ كيف راح يساعدنا كثير على الورك فلوز، كيف وي فوكس اون ذا كواليتي فيلد، خصوصا اذا مشيت للسايت تكون عندك مور كنترول على الكواليتي. تكون عندك مثلا على سبيل المثال إذا كان شباب شغالين في الموقع ستيل ستراكتشر، أوكي، في خلينا نقول ويرهاوس كبير، مرات الألاينمنت يكون مش صح، تروح أنت مرات تروح تشيك الألاينمنت، وهذا بفعل بطبيعة الحال راح يساعد أو يو كان ميتيجيت الريسك اللي حتواجهه مستقبلا. سكان تو بيم، يعني إيش معناها سكان تو بيم؟ لأنه بفضل سكان او تكنولوجي ال 3 دي ليزر سكانينج الجامبينج او الموفينج سموثلي تو ذا بيم ورك فلو ات ويل بي ايزي. على سبيل المثال تقدر تاخذ البوينت كلاود تصدره للريفيت، تقدر تعمل له موديلنج، تقدر تصدره للاركي كاد عفوا تعمل له موديلنج، وفي نفس الوقت وايل دوين ذا موديلنج تقدر تدخل اول ذا نيسيسري انفورميشن اللي خاصه بالمشروع. زي ما شايفين اتس فيري
سويت ديفايس فيه 3 بطاريات زي ما شايفين، صغير تقدر تروح للسايت تاخذه معك بكل سهولة، مش ثقيل، تركيبه سهل جدا. طريقة استكان انك you can align or choose the location تاع each point وانت في السايت، وتختار المكان وتاخذ وترفع النقاط عفوا، وفي نفس الوقت you can align it with the model اللي هو في الكواليتي كنترول. على سبيل المثال مرات المقاول يشتغل على approved design او approved drawings، وتروح انت من بعد تعاود ترفع الشيء اللي سواه او اللي نفذه في الموقع، مرات تشوف باللي المقاول ما نفذش عفوا as per the approved drawings. تصير تعمل له انت to do using the Dremel Connect to do اللي شفناه من قبل، تصير تعمل له خلينا نقول BCF، اوكي، تعمل له ذا موديل، تعمل له كواليتي كنترول، تصير تبعث له في الكلاشات او الكواليتي كنترول ريماركس، يصير هو يعاود يصلح من اول جديد، او تعدل تعمل ابديت للموديل اللي عندك based on the actual situation. زي ما شايفين راح يسهل علينا عملية الاس بيلت. يعني اذا كان عندك بناية مثلا 30 25 طابق، او اذا كان عندك وير هاوس كبير، في مكان ما تاخذ الورقه والقلم اللي هي الكلاسيك ميثود، تروح تاخذ ترفع بيدك، لا تاخذ لك بس الديفايس اللي هو 3 دي ليزر سكانينج ماشين، سواء تريمبل، سواء لايكا، سواء فارو، او يعني 3 دي ليزر سكانينج ديفايس، تقدر ترفع الاز بيلت في يوم واحد، او حتى تقدر ترفع في نص يوم. زي ما شايفين ترفع النقطة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، ومن بعد هو اوتوماتيكلي يشبك النقاط مع بعض، ويعطيك من بعد يعطيك 3D موديل اللي هو بوينت كلاود. ويمكن لك حتى تشيك الموديل لايف، تشوف المبنى اللي رفعت له عن طريق المدح الحراري زي ما شايفين، باي بانوراميك فيو 360 بانوراميك فيو، تقدر تكون عندك مور كنترول. الحقيقه 3 دي ليزر سكانينج ماشين عندها العديد من الفوائد. على سبيل المثال اذا كان عندكم مشروع بعيد، على سبيل المثال مش قادر مثلا تتحرك، خلينا نقول فرضا المالك ساكن في السعوديه كذا، وفي على سبيل المثال في جده، والمشروع بعيد على سبيل المثال في الحدود مع على الامارات على سبيل المثال، او بعيد خلينا نقول 1000 كيلومتر، تمام، يمكن يوميا تكلف واحد او المهندس المسؤول اللي موجود في الموقع يرفع لك الاكشوال سيتويشن بتاعت المشروع، وترسل البوينت كلاود للمالك، والمالك بدوره يقدر يعمل ووك ثرو ذا 3 دي موديل او البوينت كلاود، يكون يطمن على سير المشروع. عندك كذلك الجري سكيل عفوا كالر كودينج، وين تحسب الانتنسيتي، تحسب على سبيل المثال وين عندك البروزات، وين عندك على سبيل المثال الشغل وين مش صح as per the method statement او the quality control scale. تقدر ترفع مقاسات من ال point cloud itself، تقدر تقيس وانت مثلا في السايت تشوف هل هو يعني منفذ صح او لا، ولا حتى وانت في الاوفيس تقدر تشيك تعطيه معلومات زي ما عملنا بالضبط مع 3D model اللي هو IFC. نقدر نعمل نفس الشيء مع البوينت كلاود موديل. زي ما شايفين تقدروا حتى يكون عندكم possibility انكم تعملوا perspective view، تشوفوا you can visualize the model easily، يعني over يعني overlaid on the cloud زي ما حكينا، وتعمل quality assurance quality control any visualization of the model it will be very easy، وهو حيكون actual. يعني استعمال هذا ال 3D laser scan device في الهيريتاج بيلدينج راح يخلينا ننتقل من فعلا من جيل الى جيل. يعني على سبيل المثال لو تتذكروا الكاتدرال اللي هي نوتردام دي باري، لما صار فيها الحريق الهائل تقريبا هو ما ازعجهمش الوضع كثير، لانهم عندهم رافعين كامل الكاتدرال، او غالبا هما في اوروبا يرفعوا البنايات القديمه والاثريه خصوصا، يرفعوها بوينت كلاود ويخزنوها عندهم ديجيتال في ديجيتال داتابيس، ان كيس مستقبلا في الكونسرفيشن، ان كيس في الترميمات وكذا، تكون عندهم داتا خاصه بكل المباني الاثريه والقديمه، وما عندهم مش مشكله حتى اذا انهدمت بالكامل، لانهم يقدروا ينفذوا نفس الشيء
اوكي معكم حق، ما يكونش بالعراقة وبال بالأصالة الأصلية يعني أكيد، بس على الأقل يقدر كذا رينج. يعني في التايب اللي تستخدمه في المباني فقط، في التايب اللي تستخدمه في الطرقات الانفراستراكشر. الفرق بين الأولى والثانية، الإكس 7 والإكس 10، إنه الرينج يكون أكبر أكيد، الكواليتي تكون أحسن، البعد والكابتشر يكون أكثر وأكثر دقة. تمام، حتكون عندها يعني ترايباد زي كامل 3D ليزر سكانرز، يعني زي ما شايفين you can control everything، تقدر تعمل أشياء رهيبة بموضوع هذا الديفايس. أوكي، زي ما حكينا بالإيديام you can capture dark and reflective surfaces، هذه استعملناها، أو أحرويكم example استعملنا نفس الشيء، إنه تقدر باي كالر كودينج او حتى بالمسح الحراري او المساحه تطلع العديد من المشاكل اللي هي ما كانتش تبان بالعين المجرده. في عندنا سؤال يقول هل يكون لك نقطه مرجعيه عند رفع اكثر من مكان؟ هي اوتوماتيكلي لما ترفع انت اكثر من مكان، على سبيل المثال حتى 50 60 نقطه، هو اوتوماتيكلي يربط. عندك تو اوبشنز، يا اما تربط النقطة الأولى والثانية مانولي أو تربطها أوتوماتيكلي. إذا تربطها مانولي، هو بعد يساعدك يعني في الديفايس أو في التابلت، حيعطيك جايدنس يقول لك حتكون قريبة 100%، ويساعدك يقول لك حركها يمين حركها شمال كذا. بس هي يوجولي في البيمبل أو في اللايكا حيربط لك النقاط أوتوماتيكلي، يعني هو عنده شيء من الذكاء الاصطناعي يعني. تمام، شو عندنا ثاني؟ حنعطيكم بس اكزامبل على هذه اللي هي بعض المشاريع اللي اترفعت ب 3D ليزر سكانينج شين. زي ما شايفين تقدر حتى تعمل كواليتي كنترول، بحيث انك لما ترفع الشيء اللي موجود في السايت بعد تعمل له اوفرلاب على الموديل 3D موديل، تشوف وين موجود الجاب، تشوف وين موجود خلينا نقول الجابس. نعم، يعني الموديل بطبيعة الحال خلينا نكون واقعيين، مستحيل 100% راح يتطبق يتنفذ زي ما موجود في الكونستراكشن فيز. على ذلك لما احنا نروح تكون عندنا خرجات او طلعات للسايت نعمل كواليتي كنترول او الكواليتي اشورنس، راح نشوف هل المقاول نفذ صح شغل الام اي بي، ونطابق الشيء اللي نفذه هو في الموقع مع الشيء اللي عندنا في الموديل. وإذا سوى غلطات وكذا، أو تخلينا نحن مدركين للشيء، أو تخلينا نكون نحن برو أكتيف ونتدارك الشيء مشان يتفاقمش من بعد. يعني راح أراويكم الإكزامبلز كيف تعمل كواليتي كنترول بـ 3D ليزر سكانينج ماشين بعد ما تطلع، أكيد بعد ما ترفع الموديل يو كان اكسبورت ات، حب تعمله اكسبورت يعني اكسبورت للإي 57 اللي هو يتقرا ب السيمبل، او تعمل له اكسبورت عفوا للريفت. ودي بعض الاكزامبلز اللي يراويك كيف تستخدم الايباد او التابلت، وهذه تيجي معه لما تشتروا اذا كان عندكم الفرصه يعني، واشتريتوا ان شاء الله الديفايس هذا، هذا راح يكون معاه، مش زي لايكا. لايكا لازم تشتري لايكا ديفايس وحده، راح تشتري الايباد اللي هو الاخر جنريشن، لانه الايباد العادي ما يشتغلش مع اللايكا. تمام، زي ما شايفين العديد من الاكستنشنز اللي تقدر تصدرها، اللي هي الار سي بي. تمام، هي اللي هي غالبا احنا نشتغل الاي 57 والار سي بي ريكاب، يعني اوتو داسك ريكاب. حتى يعني كسوليديتي، يعني كشيء سوليد او كشيء يعني
يستحمل الضرب وكذا، حتى لو طيح لك في الأرض يعني عندها قوة استحمال يعني، مش the other devices يعني. يعني هم عاملينها على أساس أنه الشغل همين اللي راح يكون في السايت. زي ما حكينا from field to beam، زي ما شايفين تروح your CAD program Revit SketchUp Tekla Bentley، يعني تقدر تعمل سكان السكان للبروجكت، تعمل له اوفر لابينج لل3 دي موديل وتطلع الغلطات. وزي ما شايفين يو كان كرييت ا كوردينيشن موديل، تقدر تعمل موديل تشيكينج موديل فاليديشن ديورينج ذا كونستراكشن فيز، يعني يو كان كرييت يور كواليتي كنترول ورك فلو باستعمال السكانينج ماشين. انا بصراحه راني ماشي بسرعه جدا جدا لانه موضوعنا اليوم مش هذا، بس حبيت أرويكم بس يعني بعض الأشياء اللي تتابع التريمبل كونكت أز بلاتفورم شو قادر تسوي به. طيب ورح نعطيكم مثال بسيط عن ليزر سكان. أوكي سكرين هذا شوف اوكي ممتاز. زي ما شايفين هذا 3 دي موديل اخذناه، هذا يسمى بوينت كلاود، يسمى بوينت كلاود او لانه جاي على شكل نقاط سحابيه، نعم على شكل نقاط سحابيه. هذا مكتب اخذناه رفعناه تقريبا على بالنسبه لسؤال المهندس، احنا اخذنا 4 نقاط وبعد ربطناها اوتوماتيكلي مع بعض اعطتنا الموديل زي ما شايفين. في بعض الأشياء في الموديل اللي هو you can do what we call clean up، موديل clean up تقدر تشيل الأشياء هذه اللي ما عندهاش معنى. يعني زي ما شايفين احنا عملنا the first point في المدخل والتقط حتى السيارات للبر، زي ما شايفين هذا من السيارات للبر، يعني من قوة الليزر سكان يلتقط لك حتى السيارات اللي يعني عنده range معين، أي شيء يجي قدامه أكيد حيتلقط لك إياه. طيب تحب تعمل ووك ثرو في الموديل الداخل، زي ما شايفين هذا المكتب، هذا يعطيك الاكشوال سيتويشن اوف ذا بروجكت. على سبيل المثال اذا انا مالك وحاب نشوف شو عندي في المشروع، على سبيل المثال نقدر الشباب عندي في الموقع يا اخي يرفعوا لي بوينت كلاود ونشوف على سبيل المثال وين وصلت، على سبيل المثال وين وصل بروجرس الشغل في السايت. بالبوينت كلاود نفس الشيء تقدر تعمل خلينا نقول كرييت تو دو. اوكي تقدر تعمل كرييت تو دو زي ما حكينا اخر مره انه يو كان اساين بيبل تو دو ذا تاسك، تمام جي على سبيل المثال هذه اوكي تلونها بالاحمر دقيقه اوكي، تعمل تكست معين وتكتب تو دو بليز واتس ذيس كالر، اور زي ما حكينا اخر مره عن التو دو assignment، تمام. وانت تشيك في البوينت كلاود مش ضروري يكون عندك اي اف سي، حتى بالبوينت كلاود يو كان اساين تاسكس، يو كان قادر حتى تكون تكنيكال ديبارتمنت او انجينيرنج ديبارتمنت سينيور اركيتكت او انجينير، يبعثوا لك الشباب وقلت لك في الموقع ولا انت بعيد، او يكون عندك مجموعه مشاريع مرتبطه في بعض، في مشاريع تقدر تتحرك لها يعني، في مشاريع ما تقدرش. على هذه بوينت كلاود مرات يساعدك انك تشوف بروجرس الشغل من دون ما تتحرك او تضيع وقتك بالسفر وكذا. زي ما شايفين هذا البوينت كلاود تقدر تعمل عن طريق حكينا عليها اخر مره سكرين شوتس، تتحرك داخل الموديل وتشوف، تقدر تعمل حتى إذا حبيت تشوف مثلا نقول تعمل باك بلان في الموديل من الداخل، يعني تعمل أشياء كثيرة. يعني بالنسبة لتريمبل كونكت هذا الإكستنشن اسمه E57 اللي هو تقدر تقرأه، ويقدر يكون مقروء من طرف تريمبل كونكت. إذا كان ريكاب
عندك البوسيبيليتي كذلك انك تصدر ريكاب وتفتحه بالريكاب وتفتحه بالريفت وتعمل موديلينج من اول وجديد اذا حبيت. طيب البوينت كلاود موديل عندك كذا اوبشن انك تعدل فيها. على سبيل المثال تقدر تزيد زي ما شايفين البوينت كلاودز هذو، تقدر تزيد الثيكنس بتاعت النقاط. اوكي، في عندنا سؤال. نعم تستطيع تحسين جودة الموديل. على فكرة هذا الموديل انتم شايفينه ممكن كواليتي سيئة ومش عارف، هذا the lowest quality of the Trimble X7. احنا بس على السريع يعني رفعنا مشان نعمل الدرس اليوم، تمام؟ تقدر تكون اوضح بكثير من هذه، وكأنها حقيقة يعني، فهمت علي يعني؟ لانه عندك 3 types of quality، عندك low quality which is عندها number معين of point clouds في المتر، يحسب لك بالمليون مليونين، والرفعة يعني الرفعة الواحدة أو النقطة الواحدة تأخذ لك على سبيل المثال دقيقتين وشوي، الميديوم تأخذ لك مثلا 4 دقائق وشوي، الهاي كواليتي النقطة واحدة تأخذ لك 7 دقائق وشوي. على سبيل المثال إذا كان عندك أنت بناية مثلا لازم ترفع لها 100 نقطة، لازم تعمل حسابك بالنسبة للوقت اللي هو 700 دقيقة، وشوف أنت 700 دقيقة هل يكفيك يوم كامل أو يكفيك يومين أو 3 أيام، تمام؟ حقيقة هذه the lowest quality أخذناها فقط مش هنشوفه، لأنه زي ما شايفين مش عارف هل هي واضحة، بس نقاط أو البوينت كلاود مش كثيفة يعني، كل ما كانت أكثف كل ما كانت أوضح وأحسن. واضح؟ هل إجابتي واضحة؟ نعم. تقدر تعدل في البوينت كلاود موديل، تزيد ثكنس النقاط على سبيل المثال، يصير زي ما شايفين زادوا ثكنس النقاط، يعني تزيد strength of يعني the point cloud model، وهذا هو الماكسيموم تاعه يعني، لأنه في الأصل مرفوع يعني low quality معناها أسرع يعني مشان الوقت يعني، ما تفهموش إنه لو، وعلى فكرة low quality بتاع تريمبل هي الميديوم بتاع فارو، تمام؟ والميديوم هي سوبر تاع لايكا، يعني تشوفوا مشان قوة الديفايس هذا يعني رائع. طريقة الأخوان لاختيار الألوان للعناصر، مش فاهم شو قصدك بالسؤال، لأنه يعني عندك هنا الكلاسيفيكيشن تقدر تغير الألوان. شوف السؤال من أول وجديد. طريقة الإخوان العناصر مختلفة. أوكي، هذه قصدك الكلاسيفيكيشن، هذه مش بال 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 يعني مش بالتريمبل اكس 7، تمام؟ يعني أنت إذا برمجت، أنا فهمت حبيت تعمل مثلا الام اي بي بايبس لون أخضر، الأبواب لون أحمر، صح؟ هذا وش قصدك، صح؟ على سبيل المثال الإليفيشن زي ما شايفين، هذا ارتفاع الديفايس وين حطيناه، وعنا باي ديفولت تقدر تغير اللون، او حتى في الكلاسيفيكيشن تغير اللون تخليه مثلا اورنج. اوكي، ايش عندنا الثاني بعد؟ مش مهم هذا وش قصدك في السؤال، صح؟ انك تعمل كلاسيفيكيشن للالوان للعناصر المختلفه. مهندس عمر، نعم. يعني برنامج اسمه سكان تو بيم، حنشير لكم اللينك، هذا بيعمل الكواليتي كنترول during the site او during the quality control checking process، وين على سبيل المثال الواتر تانكس تخليهم لون احمر، وين البايبس تخليهم لون اخضر، وبيزد اون ذات تعمل ما يسمى الكواليتي كنترول. احنا عندي مثال واحد بس حين هنا اللي هو خاص بالتايلينج، برمج السكانر مع توليرانس معين ويعطيك ارتفاعات التايل، انه هو واحد نازل وانه هو واحد مثلا اوكي وانه هو واحد مرتفع مستواه، لانه في الحقيقه اذا كان عندك بيك سيرفيسز ما تقدرش تعمل تايل بالكامل نفس اللون، مستحيل. على ذلك غالبا
في الورهاوسز والأماكن هذه يستعملوا 3D ليزر سكانينج مشينز. وش عندنا بعد؟ عندنا تمام، هذه أعطي حبيت أعطيكم بس مثال بسيط عن البوينت كلاود، بس هذا على السريع. المرة الجاية إن شاء الله نعمل شيء بالتفصيل، فقط نتكلم على البوينت كلاود كيف نعمل كواليتي كنترول، كيف نعمل الكالر كودينج زي ما تفضل مهندس عور. مهندس ممكن ألو، سؤال؟ تفضل تفضل أخوي. بالإنترنس فيو يعني بلاحظ في ألوان مختلفة، هو يختار الألوان لحالها للكاونتر ولا لا، الخشب؟ هذه الألوان موجودة اوريدي، حقيقية موجودة. يعني هو يرفع كمان الألوان الموجودة. يرفع لك نفس الشيء وكأنك أنت تشوف بعين الموج. احنا تكلمنا على البوينت كلاود على السريع. من الأشياء اللي هي جميلة جدا بصراحة في تريمبل كونكت أو شركة تريمبل، من بين البرودكتس أو من بين السوفتويرز الجميلة جدا اللي هي سكتش أب. تمام، أنتم عارفين بالكامل سكتش أب. طيب أنا راح أتكلم فقط في سكتش أب، مش على السوفتوير إتسلف، يعني موجود يعني ما شاء الله تيتوريز خاصة بالسكتش أب، موجود حتى في بيم أريبيا ويب سايت. مهندس عمر ما شاء الله حعمل كورسات جميلة جدا. راح أتكلم لكم فقط على الجزئية هذه اللي خاصة بتريمبل كونكت زي ما شايفين. طيب في عندنا النقطة الأولى اللي هي اسمها open a model from Trimble Connect، يعني open a model from Trimble Connect. تقدر تشبك SketchUp مباشرة بTrimble Connect website أو account، وتقدر تفتح أي مشروع عنده علاقة ب عملت له modeling بSketchUp. وخلينا نفتح مثلا هذا المشروع عندك على سبيل المثال Revision 2. Yes, it will be downloading. No. زي ما شايفين فعلنا او فتحنا الموديل هذا، موجود. انا رفعته من الكومن داتا انفايرمنت، رفعته من الكومن داتا انفايرمنت. نقدر نشيك الموديل، يعني حتى ولو انت شغال سكتش اب عندك البوسيبيليتي تستخدم اكيد تريمبل كونكت بلاتفورم. اوكي، عندك النقطة الثانية، عندك ما يسمى ب open the Trimble Connect collaboration manager. means تقدر تعمل من 3D model اللي هو SketchUp model to do's. تمام، تقدر تعمل comments، تقدر تكون بينك وبين team members communication، وتقدر تشوف شو اللينكات او الاشياء اللي هي linked to the model. تمام، تقدر تعمل ما يسمى the latest download the latest version of the model بعد ما تعمل revision 5 6 7، بعد ما تخلص تعمل لها download. تمام، في عندك بعد ما تخلص you can publish model to Trimble Connect. مجرد ما تعمل له publish حينزل automatically في ال common data environment في الفايل اللي هو خاص به. زي ما شايفين هو يعمل له uploading. ثواني بس حتطلع عندكم، حتشوفوا باللي مكتوبة uploading. uploading، عمل uploading، خلص. يعني بمجرد ما تخلص انت مثلا تعمل small modification، تعمل publish the model، وبعد جي هنا للمكان هذا وتعمل زي ما حكينا اخر مره، جي تعمل synchronize، وحتكون الامور دايما معكم. بس لازم تذكروا شغله، انه synchronization لازم يكون الفايل مسكر، مشان ما يكونش عندك interruption بينك وبين عملية synchronization. تمام، طيب خلينا نشوف شغلة ثانية في SketchUp اللي هو نفتح فايل جديد. زي ما شايفين SketchUp model، إذا حبيت مثلا إذا كان عندك
موديلنج على سبيل المثال حبيت تطلع سلاب، اوكي سويتها كومبوننت، كومبوننت سميها مثلا سلاب. بعد ما تسميها سلاب يعني شوفوا معي البروسيس، هذه سلاب تمام، جينا هنا تعمل لها سيلكشن وجي رايت كليك تعمل ميك كومبوننت تسميها سلاب. في شغله جميله جدا في سكتش اب اللي هو تقدر تعمل لها اول حاجه دخل لها برايس، خلينا نقول مثلا 1000 او 3000، تقدر تعمل لها تايب اللي هو كلاسيفيكيشن اي اف سي 2.3 تسميها اي اف سي شو اي اف سي سلاب، اوكي ات ويل بي كلاسيفايد كرييت، يعني صارت سلاب هذه كلاسيفايد تمام. هذا على سبيل المثال موديل من المودلز اللي انا عملتهم. خلينا مثلا اعمل شغله ثانيه مكان هذا ونجي نعمل كذا نطلع هذا وكذا ونعمل state or make component سماهم external walls، نجي نعطيهم classification اللي هي IFC standard or IFC، خليها IFC wall أحسن، اوكي نعمل create تمام. صار عندي two models او الموديل خلينا نقول تقريبا classified او ال IFC mapping تاع الموديل done. طيب خلصت انا المشروع، هروح نعمل شيء ما يسمى open Trimble connect collaboration manager. بمجرد ما تعمل open Trimble connect collaboration manager حيطلع لك ملاحظة اللي هي شو يقول لك: this model is not yet associated with Trimble connect project, first publish this model to Trimble connect or open a model from Trimble connect. يعني it's not published yet، يعني جينا هنا المكان هذا وتعمل له publish model must be saved before publishing، اوكي تعمل له save وتسميه بيم ريبيا model test desktop ونعمل اوكي ونجينا هنا المكان هذا ونعمل له publish ويقول لك بيم اريبيا موديل تيست، وتبحث عن فايل بيم اريبيا، جي للمكان هذا اوكي فولدر ستراكشر، تختار فولدر ستراكشر. انتم شايفين الفولدر ستراكشر هذا شفناها بالكامل اللي هو موجوده في تريمبل كونكت وبراوزر، موجوده في تريمبل كونكت ديسكتوب اب، موجوده في تريمبل كونكت سينك زي ما شايفين. نروح لشيء اسمه شيرد، هو قال لك بابليش بس مش مشكلة نخليه شيرد، نعمل بابليش موديل اتس ابلودينج. بمجرد ما تعمل له ابلود خلصت انت شغلك تمام، يقول لك موديل بابليش سكسسفولي. بمجرد ما تعمل بابليش للموديل، بمجرد ما تعمل بابليش للموديل اوكي يصير تقدر تفتح ما يسمى تريمبل كونكت كولابوريشن مانجر وتصير تعمل you can assign to do على سبيل المثال capture view، هذه الفيو سميه مثلا او خلينا cancel على سبيل المثال جي المكان هذا اوكي افتح collaboration manager اوكي to do update the view. اذا حبيت تعمل update سمي مثلا corner to be checked، ضرب مثال بس please update، ضرب مثال يعني دخل التاريخ اللي هو بتاريخ اليوم، priority تخليها critical، new تخليها تخليها new، و assign to حيطلع لك التيم اللي موجود عندك اللي هو موجود عندك في المشروع. one more or one assign for this that could be found اوكي خلينا نشوف اوكي create
not be found. مش عارف انه مش ملقليش الاساينيز بتاعت ال اللي مش هم اعمل assign to ايش عمر ممكن نلقاه not be found create اوكي خلينا نشوف شو مشكلته هذا article new in progress yes مش لاقي لي التيم قلنا اكتف بلا ال 3D اذا مشكل عندي انا الشباب الافتراضي اوكي 20 يو يو critical اوكي خلينا نشوف هل دخل تدعو عنا او لا. تمام زي ما حكيت لكم الكولابوريشن مانجر ممتاز جدا من ناحيه الكولابوريشن ما بين تيم ممبرز. تقدر امبورت موديل از ريفرنس يكون عندك مثلا موديل از ريفرنس في الكومن داتا انفايرمنت وتسحبه از ريفرنس وعندك يو كان اوبن ترافل كونكت وبراوزر من المكان هذا. اوكي يعني في مكان ما تفتح جوجل كروم خلينا نقول تقدر تفتح الكومن داتا انفايرمنت براوزر من المكان هذا داتا فولدر ستراكشر من المكان هذا تشتغل عليه عادي جدا. وتقدر تعمل اكسبورت للموديل هذا اللي هو سكتش اب الى تخليه اي اف سي. عندك الاوبشنز زي ما شايفين تعمل اكسبورت اي اف سي تب اكسبورت الكامل اور في اوبشنز اللي هو اكسبورت دبل سايت فيسز اكسبورت اي اف سي مابت ايتمز اوكي اعمل اوكي اكسبورت. هو مش متطور متطور زي اللي موجود في الريفيت او الارشيكاد بس يعني يمشي لك حوالك عادي جدا. وراح نفتحهم بعد نشوفه مع بعض في ال 3D فيور. هذا على السريع سكتش اب كيف تربطه بالتريمبل كونكت. خلينا نشوف شغله ثانيه اللي هو الانتجريشن. بالنسبه للانتجريشن من بين السوفت ويرز اللي هي او من بين الاشياء اللي تخلي تريمبل كونكت يعني فيري باورفل بلاتفورم هي الانتجريشن مع اذر بلاتفورمز. الاذر بلاتفورمز اللي تقدر تعمل لها انتجريشن مع ريفيت هي البيم كولاب بيم كولاب بلاتفورم اور سوفت وير. زي ما شايفين احنا عندنا بيم كولاب بلاتفورم تقدر تدخل تعمل انتجريشن او تعمل مزج ما بين التو بلاتفورمز خصوصا انه بيم كولاب قوي جدا من ناحيه الموديل تشيكينج اند موديل فاليديشن. تدخل على اي مشروع وتكون عندك البوسيبيليتي انك تروح للسيتنجز وتشوف الانتجريشن اللي متوفر عندك. بمجرد ما تدخل الانتجريشن وتختار الانتجريشن اللي حاب تعملها في بيم كولاب زوم عندك 3 possibilities. عندك بيم 360 docs دروب بوكس اند تريمبل كونكت. بمجرد ما تختار تريمبل كونكت تدخل على الموديل اللي هو على سبيل المثال فاميلي تاور اللي هو ورك ان بروجريس وتنزل الاركيتكتشر الموديل وتختار الاي اف سي اوكي اعمل اوكي. ولما تروح تفتح الموديل حيصير عندك انه قابلية انك تفتح الموديل اللي هو already Trimble Connect. تقدر تفتحه في البيم كولاب وتقدر تعمل assignment of you can create issues you can assign tasks من خلال ال 3D model اللي موجود عندنا. دقيقة بس يتحمل يعني بين الانتجريشنز هذه الرائعة بصراحة لي 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 فعلا ساعدنا كثير في ما يسمى في الموديل تشيكين موديل فاليديشن. اعطيه شوية وقت بس حنرجع لهم بعد شوي.
راح نتكلم على شيء ثاني اسمه الكلاسيفيكيشن. لا صار حمل معي موديل يتحمل زي ما شايفين، يفتح لك جيمبل كونكت يوزر انترفيس داخل اليوزر انترفيس اللي هو خاص ب بيم كولاب. تمام، الموديل بيحمل زي ما شايفين. انا بصراحة تعمدت اني افتح الموديل الثاني لانه اخف شوي، خلينا لازم نجربه معه ونشوف الموديل ان شاء الله بس يفتح معنا، اعطيه شوية وقت بس. طيب مين وايل، خلينا نشوف شغلة ثانية من بين الاشياء قلت لكم اللي هي مهمة جدا اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار فيما يتعلق ب جامبل كونكت بلاتفورم، اللي هو افتح 3D موديل اللي هو كلاسيفيكيشن. لانه احنا لما نشتغل موديلنج خصوصا الشباب اللي هم شغالين ريفيت او ارشي كاد، تمام، we have to be careful about the IFC mapping و classification الموديل، لأنه كل ما كان well classified كل ما كان زي ما حكينا well classified كل ما كان ال IFC mapping تاعه صحيح، مش راح نتعب في ال quality control أو في ال quality checking. خلينا نفتح everything in the project ونفتح المعماري معه، نفتح ال MEP. هذه الأشياء كلها شفناها مع بعض، يعني كيف نفتح الـ MEP أو 3 IFCs مع بعض في الـ 3D Viewer. احنا حكينا آخر مرة عن شيء اسمه الـ Organizer لو تتذكروه قبل محاضرة رقم 7 على ما أظن. في شيء اسمه Data Table اللي هو راح تشوفيه الـ Classification، تشوفيه كامل الـ Properties اللي خاصة بالمشروع. مش حكينا احنا آخر مرة قلنا إذا كان الموديل Well Classified مش راح تتعب في مش راح تتعب في الكواليتي كنترول، مش راح تتعب حتى في السمارت فيوز اللي خاصه به او في الاورجنايزيشن اللي خاصه به. وغالبا او في بعض الاحيان في ناس تستخدم 3D موديل او الكلاسيفيكيشن بتاع 3D موديل عشان تتابع الورك بروجريس اون سايت. الموضوع بصراحه هو صراحه للامانه يعني مش يعني باش نكبر لكم الموضوع، بس هو حيتشرح في حصه واثنين وثلاث واربع، لانه بحكم انه تريمبل كونكت واسع جدا فيه العديد من الاشياء اللي هي very powerful. It's on during the design phase and construction phase حتى ال building operation. في اشياء كل يوم تستكشف شيء جديد. على سبيل المثال يعني اذا خلينا نروح مثلا لهذا للموديل، اوكي نسكر ال MEP عشان بس نخليه نسكر structure ونخلي الاركيتكتشر زي ما شايفين. هو عمل لك classification by name. إذا حبيت مثلا تعمل classification by IFC تروح شيء اسمه columns وتشوف هل عندك classification by name، تشوف تكتب على سبيل المثال IFC IFC building proxy name عندك أو تخلي حتى by class، تجيب لك class drag and drop using the left mouse button وتشيل هذه name، وراح تشوف باللي عمل لك classification سواء لل IFC covering سواء لل IFC curtain wall IFC stair IFC wall standard case. طيب كيف راح نطلع او كيف راح نطلع على سبيل المثال ال IFC window او خلينا نقول ال IFC covering على سبيل المثال. ال IFC covering اللي هو اي شيء عنده علاقه ب stone cladding او ما شابه ذلك. في option هنا اسمه select in 3D، يعني بمجرد ما تعمل selection الأولى في الليست هذه أو في التيبل تروح select in 3D. بمجرد ما تعمل select in 3D هيعمل لك selection أي شيء IFC covering سواء سيراميك تايل سواء زي ما قلنا stone cladding هيعمل لك إياه selection. بمجرد ما تعمل له select in 3D طلع لك small table اللي هو فيه بعض ال options راح نشوفها مع بعض. خلينا نختار شيء بسيط في selection تاعه لأنه هذا الفلورينج ما فلورينج راح على سبيل المثال staircase. نعمل select in 3D زي ما شايفين هذا الستيركيس. بمجرد ما تعمل select in 3D وش يعطيك؟ يقول لك change visibility. بمجرد ما تعمل كليك على change visibility يعطيك 3 options، يقول لك show all hidden objects. احنا ما عندناش hidden object. isolate layers or and isolate all layers. تعمل isolate layers راح يخلي لك staircase وحدهم
وهذم على سبيل المثال during the quality the model checking. زي ما شايفين يا شباب احنا واضح المشكل. لو تقولوا لي بس شو مشكل الستيركيس، لو حتى كتابة او تفتحوا المايك، شو مشكلة الستيركيس بعد ما فتحت او بعد ما عملت لها ايزوليت؟ هل ممكن فيكم يفتح المايك، واحد فيكم يفتح المايك ويقول لي شو المشكل؟ فنتعرفوا بس اهمية الـ اهمية الكلاسيفيكيشن، او اذا كان well classified وانت ك beam coordinator تقدر تطلع المشكل، you can assign the problem easily. طيب هل في واحد شايف مشكل في الستيركيس؟ هل في جزء ناقص؟ في جزء ناقص من السلم الأكبر؟ ممتاز. في يعني في اعطيك صح ولا فيها مصوره، في جزء ناقص من الستيركيس، يعني عندها احتمالين. احتمال الاول يا اما الاخ انسى انه يعملها مودلينج، او الاحتمال الثاني اما والاحتمال الثاني not classified. Not classified. في الحالة هذه تقدر you can بالطريقة هذه تنزل تحت شوي وتجي تعمل شيء ما يسمى ب to do create to do، وتقدر you can assign the problem وهما لازم يعدلوا المشكل. هذه يعني سؤال مش متصل. نعم، في عنا الأشياء الجميلة الثانية اللي هي خلينا نعمل ريسات موديل، رجعنا من الأول وجديد. فكان classify the model على سبيل المثال ممكن تعطيهم ألوان، جيل شيء اسمه colorize groups يعطيك كل جروب اللون الخاص به. مثلا إذا حبيت ال wall standard case select in 3D تعمل له isolate layers حيطلع لك ال wall standard case زي ما شايفين. أنا اخترت الأبواب، ليش اختار لي معها اخترت عفوا الوول، اختار لي معها الابواب. يعني في شيء في الموديل during the modeling في شيء مش صح، يعني هو في شغله في الارشيكاد لانه هذا الموديل طالع من الارشيكاد. الشاب اللي عمل الموديلنج للموديل هذا قال لي انه الارشيكاد يعتبر الباب جزء من من الجدار، مش عارف على اي اساس يعني، بس هو عمل اعتبر خلينا نقول الجدار او الباب جزء من الجدار. تمام. في شغله ثانيه اللي هي تقدر تطلع زي ما قلنا you can assign issues you can create BCF وتصدرها للشباب يعاودوا يصلحوا الوضع من اول وجديد. تقدر تعمل بالكالر كود، تقدر تعمل في مكان ما تعمل خلينا نقول reset model. اوكي، وتجي مثلا الويندوز اوكي وتعمل select in 3D، وعندك you can show only selected object على سبيل المثال colorize تعطيها لون معين. اوكي، وتقدر حتى زي ما شايفين تقدر حتى بالنسبة لل 3D model زي ما حكينا آخر مرة تشوف الـ properties. تقدر حتى تعمل لينك لل في اللينك هذا في اللينك خلينا نقول رمز اللينك. تقدر two things you can do it، يعني تقدر تعمل you can attach technical data sheet خاصة به تلقاها شيرة اوريدي من طرف البروكيورمنت ديبارتمنت، وتقدر تكريت زي ما حكينا اخر مرة تو دو اوكي زي ما هي بعد، وياخذك مباشرة على سبيل المثال عندك المكان هذا تعمل الكلاود تاك يو كان كرييت تو دو. وش عندنا في الكلاسيفيكيشن؟ يو كان كلاسيفايد، يعني اذا حبيت مثلا تشيل الماتيريال اريا وكل شيء جي المكان هذا وتعمل لهم ديليت كلهم. اوكي، تحب تضيف تضيف من المكان هذا، الامر بسيط وسهل. يعني تحب تعمل كلاسيفيكيشن باي يعني اور تقدر تعمل ترتيب باي كلاسيفيكيشن او باي اكونت تحطهم مع بعض في المكان هذا. عفوا بس عفوا باي ماتيريال اند
يعمل كلاسيفيكيشن باي ماتيريال اند باي كلاس، اوكي مع بعض زي ما شايفين الومنيوم كونكريت كذا. يعمل لك اول شيء اللي هو الكلاس اللي هو تكون the top of the tree، بعد يعمل لك زي tree من تحت اللي هو الماتيريالز اللي موجودين في الاي اف سي بيلدينج اليمنت بارتس زي ما شايفين انشالت. يعني بمجرد ما شلت الماتيريال هو يتحب تعمل كلاسيفيكيشن او ترتيبهم بالاي اف سي مابينج، او تحب تعمل ضيف الكلاسيفيكيشن تكون بالاضافه الى الاي اف سي مابينج كل ماتيريال. بمجرد ما تفتح يعطيك زي ما شايفين شو مندرج تحت الاي اف سي بيلدينج بارت اللي هو الومنيوم كونكريت اتسترا. تحب مثلا تشيل الماتيريال تحط مثلا الاريا او تحط الفوليوم على سبيل المثال، دقيقة بس وتشوف ايش يطلع لك. يطلع لك الفوليومز اللي موجودين هي خاصة بالبيلدينج يعني من بارت على سبيل المثال دورز عندهم الفوليومز الخاصين بهم اتسترا. هذا ما يسمى بالداتا تيبل. هذا مهم جدا جدا فيما يتعلق بموضوع الكلاسيفيكيشن. تقدر تشيك هل الموديل تاعك معمول صح او كلاسيفايد صح، او الاي اف سي مابينج معموله as per the book يقول او لا. خلينا نشوف في الاوكي. ممتاز جدا زي ما شايفين انا فتحت المشروع اللي هو خاص بالفاميلي. حكينا على انتجريشن، قلنا نقدر نعمل انتجريشن للبيم كولاب مع ال شو اسمه تريمبل كونكت. يعني حيطلع لك نفس الداشبورد اللي خاص بتريمبل كونكت موجود عندك في بيم كولاب زي ما شايفين. مازال يحمل الموديل، بس حتكون عندك البوسيبيليتي انك you can create issues باستعمال داشبورد تريمبل كونكت داخل بيم كولاب. نفس الشيء يعني المانيبيوليشن اللي عملناها اخر مرة، نفس الشيء اللي شفته يعني. تكون عندك الايشيو اللي ذكرتها اكيد بالموديل تطلع لك في البيم كلاب. يو كان كوردينيت اذا كان عندكم انتم مالتي كولابوريشن اند كوردينيشن بلاتفورمز. خلينا نزيد نفتح من الاول وجديد. الشغلة الأخيرة اللي راح نشوفها مع بعض اللي هي الريفت أبلودر. على سبيل المثال احنا حكينا آخر مرة قلنا إنه تريمبل كونكت يفتح الـ IFC أو الريفت إلا إذا كان الريفت موديل صار له أبلودينج من طرف إكستنشن موجود عندنا في تريمبل كونكت ويب سايت. اللي عندك مشكل أوكي ممتاز جدا. لما تفتح ال ثواني بس نعاود نسكر الموديل افتح من اول وجديد. سبت كوكيز زي ما شايفين. طيب احنا عملنا اليوم محاضرة على السريع، اتكلمنا على كذا شغلة يعني على السريع. تقدروا تعتبروها محاضرة ختامية، او اذا كان في شيء جديد صار في التريمبل كونكت يمكن نتكلم عليه. يعني لانهم حاليا هم يعملوا بتحديثات كثير فيما يتعلق بالبلاتفورم، يعني كل اسبوعين كل شهر يعني يعدلوا ينزلوا تحديثات جديدة عن موضوع ال نعمل بس ديسكونكت كونكت ندخل من اول وجديد.
إذا في عندكم أي سؤال وكذا يعني نتمنى أنكم. طيب جميل جدا. زي ما شايفين ريفيت لوجين اللي هي خاصة بتريمبل كونكت، مرات أنتم مشغلين ريفيت هو مرات ما يفتح لكش تريمبل كونكت ريفيت موديل مباشرة بسبب معين إنه it's not published yet. كيف تعمل له publish؟ تفتح أو تروح تحمل شيء اسمه ريفيت أبلودر اكستنشن تقدر تضيفها للريفيت سوفت وير، حيفتح لك اللي هو تريمبل كونكت فور ريفيت، وتختار اللي هو السيرفر اللي انت شغال عليه. احنا قلنا ايجي وحيفتح لك كامل المشاريع اللي موجودة عندك في تريمبل كونكت. واحنا شغالين لازم تفتح ما يسمى ب على سبيل المثال مشروعنا هذا الفاميلي موجود في ذا فاميلي تاور. مجرد ما تعمل دبل كليك حيفتح لك الفولدر ستراكتور زي ما هي اللي موجودة في براوزر جي الاركيتكتر الموديل. تعمل ابلود، مجرد ما تعمل ابلود راح يحمل زي ما شايفين راح يحمل الموديل اللي عندك للريفت. وتصير تفتح الريفت فايل يعني من دون ما تصدروا اي ار سي، تصير تفتحه عادي بالتريمبل كونكت بلاتفورم. يعني احنا حكينا اول مره لو تتذكروا من الحصة يعني قبل هذه أو حصتين قبل هذه، قلنا أنه Tremble Connect يفتح يا إما IFC أو SketchUp أو Tekla مباشرة، بس الريفت يفتح إلا إذا كان مصدر IFC. بس الريفت يقدر يفتح بأوبشن ثاني إذا كان Already Uploaded بالابليكيشن هذا. تمام، فقط حبيت نعرفكم يعني شو فائدة الفايل أبلودر اللي خاص بـ Tremble Connect. نتمنى أنكم استفدتوا اليوم. إذا عندكم أي سؤال أنا حاضر. شوفوا أنتم إذا عندكم أي سؤال فيما يتعلق. الله يعطيك العافية باشمهندس. الله يعافيك يا رب. أي في إذا في حد عنده أي سؤال ممكن يفتح المايك أو يكتب في الشات. نظن معناش أسئلة مهندس عمر. يبدو إنه ما في أسئلة مهندس. نعم تمام إن شاء الله. طيب المحاضرة هاي ختامية مهندس ولا في كمان محاضرات؟ بالنسبة لتريمبل نظن غطينا كامل، باقي بس الشباب يعملوا التطبيق يطبقوا على الشيء اللي عندهم، يعني المعلومات اللي عندهم أظنها كافية أنها تخليهم ينطلقوا في البلاتفورم هذا. أنا المرة الجاية إن شاء الله راح نحاول نبرمج شيء عنده علاقة بال ثلاثة برامج هما اللي هو البيم كولاب، وراح نتكلم على البريكس، وراح نتكلم شوية على الفي آر. نتكلم شوية على الفي آر. نعم الفي آر مهم جدا، يعني من الأشياء اللي استعملها كثير. يعني إن شاء الله نبرمج لها وقت ونتكلم على الشيء هذا بإذن الله. إن شاء الله. جزاك الله خير باشمهندس، محاضرة رائعة كانت. الله يسلمكم يا رب، إن شاء الله تكونوا استفدتوا. شكرا جزيلا مهندس عمر، مهندس عمر سليم على الفرصة الجميلة والطيبة هذه، وإن شاء الله الشيء الجميل مازال إن شاء الله سيجي بإذن الله تعالى. إن شاء الله، بارك الله فيك. فيك بارك الله، الله يحفظكم يا رب، نشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا.